اشكر دكتوره منى على موضوع استمراريه المؤتمر. يعني استمراريه المؤتمر يعني فعلا، يعني انا فعلا لوحدي انا كنت هكسل لولا دكتوره منى، ما كناش هنكمل تنظيم المؤتمر كفاسيليتيشن لكل حاجه في المؤتمر. وطبعا من رموز العمل النقابي في مصر عامه مش في نقابه الاطباء، فهي هتكلمكم على محاضره ورقه طويله قوي، المفروض ميعادها نص ساعه ان شاء الله مفروض، بس طبعا عشان رئيس المؤتمر وكده بنسمح بنص ساعه وخمس دقائق. ف ورقه طويله هتستفيدوا جدا، يعني اللي عايز يعرف اي حاجه في النقابه هيعرفها في المحاضره دي، اي حاجه، اي حاجه في اي حاجه، حتى لو من 20 سنه مثلا النقابه دي كانت عامله ازاي، اي حاجه جايه النقابه بتفكر لها، النقابه داخله فيها، لا قضيه، لا لا دي مش محسوبه انا منصف. السلام عليكم، ميرسي جدا جدا يا كريم على التقديم الظريف. نتكلم، انا نفسي اكلمكم في ايه؟ انا اسمحوا لي كده اطلع علشان مبقاش انا عايزه اكلمكم في حاجتين سريعين. جزء منهم دكتور التكليف اللي هو انتوا بعد عده شهور في الوحده الصحيه، ماشي؟ يمكن ده من اهم الاسباب اللي كانت ورا ان المؤتمر ده يتعمل، ان احنا كنا بنحس ان الطبيب بيبقى عنده دراسه طويله، مش كده؟ 6 سنين بياخد فيها differential diagnosis مثلا of upper gastric pain في 30 سبب، لكن محدش قال له او محدش ركز على لما يجي لك وانت في وحده صحيه في السنبلاوين مثلا، ولا في اجا، ولا في جرجه، حد فلاح بيشتكي من ده، ايه اول حاجه تعملها له؟ وايه الحاجات لازم تستثنيها علشان ما تبقاش خطر؟ وتصرف معاه ازاي؟ وامتى تصرف بسرعه وامتى على راحتك؟ الحاجات اللي هي very practical. فاحنا بندي او يعني النظام التعليمي عندنا بيدي للشباب ولطلبه الطب قائمه طويله جدا من المعلومات العلميه، لكن ما بيسلحوش بالحاجات الفيري براكتيكال اللي تسنده وهو في الوحده الصحيه. جزء دايما من الحاجات المهمه قبل ما الناس تستلم العمل ان يعرف واتس فيري كومن بروبلمز، حتى لو ما كنتش دكتور في اي مكان، الفيري كومن بروبلمز اللي هقابلها ايه، طريقه التصرف ايه يعني، وما شابه. فده جزء اساسي من شغل المؤتمر، اني ايه اللي مطلوب من طبيب الوحده الصحيه. طبيب الوحده الصحيه انت هتطلعوا من الامتياز، الامتياز برضو فيه شغل براكتيكال، بس الامتياز انت بتشتغل كترس صغير في مكان كبير، مستشفى تيرشري، مطلوب منك حاجه محدده، مطلوب منك مثلا تشيت الحالات اللي موجوده دي، مطلوب من مش كده، حاجه محدده، مش مطلوب، ما انتش ديسيجن ميكر، ما انتش مسؤول عن بوبيليشن معين حواليك من اول التطعيمات لحد شهادات الوفاه، لحد العلاج، لحد الاشراف على الاجزخانه مع الصيدلي، لحد ختم النسر، كل الحاجات دي مش موجوده. من هنا جت الفكره ان احنا ندي للناس الحاجات الفيري كومن. طبيب الوحده الصحيه خصوصا لو طبيب اول، هو بيبقى سنه 26 سنه، مظبوط كده؟ لما تسلم 26 سنه تزيد سنه او تنقص سنه على حسب، دخل بدري شويه، دخل متاخر شويه، بيبقى المسؤول اداريا عن مجموعه من الموظفين، فيهم كاتب الوحده، تخيلين كاتب الوحده حد عنده 45 سنه او 50 سنه، عنده درايه رهيبه بالقوانين، عنده مشكله ان هو مهما ان وصل لانه عنده درايه بالقوانين وعنده، هو مرؤوس لناس قد ولاده او اصغر من ولاده. الموضوع ده ممكن نلاقي مع ناس يبقوا فيري كوبريتيف وعايزين يساعدوا، ممكن نلاقي في ناس عندهم مشاكل نفسيه، مش كده؟ كاتب هل كل كتاب الوحده بيبقوا ستريت فورورد عندهم بس حته ممكن تبقى نفسيه كده؟ لا، كاتب الوحده تحت ايده حاجات كتيره من ضمنها حاجات تدر دخل، واحنا في زمن احنا عارفينه ازاي. فبيبقى الدكتور عنده مشاكل شديده مع كاتب الوحده، تمريض، جزء منهم اصغر منه وجزء اكبر منه، التمريض كمان ما بيروحش كل يوم، لو حد رايح كده شايف نفسه يقول لهم هتيجوا كل يوم ومش عارفه ايه، دخلنا في الصدام على طول. عنده عمال احيانا كتيره بيبقوا عواجيز كبار في السن قربوا يطلعوا معاش، هو شايف الوحده مش نظيفه، يلا يا جماعه عايزين نظافه، كنس ومسح، يوه هيهد حيلنا، واخدين بالكم؟ طبيب الوحده داخل على دول كلهم، اهم من دول كلهم المرضى، طبيب الوحده مسؤول من عده عشرات من الالاف من الارواح حوالين الوحده. هيعمل ايه مع دول كلهم؟ اول حاجه التمريض اول حد تقدر تكسب ثقته، كلام بقوله لكم محدش قاله لنا، لو حد قاله لي وانا قدكم كان يمكن اختصرت الحاجات اللي اتعلمتها بترايل والايرور.
اول حاجه اول ناس تكسب ثقتها هم التمريض. تمريض يا جماعه في نظري اخواننا في الشقاء، يعني التمريض بيعانوا من كل ما نعاني منه، احتمالات الاصابه بالعدوى، التهجم بتاع المرضى او الجمهور او اهاليهم احيانا، الاجر القليل، طبعا اجرهم اقل مننا كمان شويتين ثلاثه، يضاف لده كله مشكله اساسيه عندهم، نقص احترام المجتمع ليهم. دي حاجه في فرق شديد بيننا وبين التمريض، واخدين بالكم؟ الناس مهما حصل للدكاتره، اي حد ابنه في ثانويه عايز ابنه يطلع ايه؟ دكتور. مهما حصل، مهما الاعلام اتكلم، احنا بنشوف كلام الاعلام، بنشوف رغم كل ده اي حد عايز ابنه يطلع طبيب. لكن التمريض فيه للاسف نظره مجتمعيه قاسيه شويتين. التمريض بالنسبه لي هم حاجه اساسيه جدا، لما فهمت بعد شويه صغيره من الشغل الحاجات دي بنفسي، بقيت بعمل في اي مكان اروح جديد على ان انا اكسب ثقتهم، اعملهم بس باحترام، بانسانيه، ما اعملهمش على انهم اقل مني، لان هم فعلا مش اقل مني. الكتب الكلاسيكيه بتاعت اداره النظم الصحيه بتقول التمريض هو اهم حد في الفريق الطبي، الطبيب راس الفريق الطبي، رئيس الفريق الطبي، ده كلاسيكيات النظم الصحيه بتقول كده. لكن اهم حد في الفريق الطبي مش الطبيب، اهم حد التمريض، لان الدكتور مهما ادى وقت وجهد للمريض، فانت في المرور بيقعد مع العيان قد ايه؟ 5 دقائق 10 دقائق. لكن الممرضه اسمها ايه؟ بيت سايد نيرس. فالممرضه حاجه مهمه. الممرضه كمان في الوحده الصحيه، يعني خلينا من جزء الاحترام والتعاطف والجزء الانساني، هنتكلم على حاجه مختلفه. التمريض في الوحده الصحيه بيبقى من البلد، وسيادتك غريب، مين العين اللي قاعده جنبك وانت بتشتغل شايفاك دكتور شاطر ولا دكتور خيبان؟ الممرضه. وقت ما الممرضه تجيب لك ابنها ولا اختها ولا ابوها تكشف عليه، اعرف انك كسبت ثقه اهل البلد دي، مش كسبت ثقه ميس زينات ولا ميس فتكات، انت كسبت ثقه اهل البلد دي. الممرضه لغتها من لغتهم. الحاجه في النصايح الطبيه اللي عايز توصلها للبلد، اقنع الممرضه بيها. فاول حد تكسب ثقته في الوحده الصحيه هو الممرضه. يعني نتباسط معاها ونشيل الحدود؟ لا، انت دكتور بس انت انسان، ربنا اديك العلم والعقل عشان يديك التواضع. انت يعني انا شخصيا كنت بحبهم بجد، بقدرهم بجد، بحاول اساعدهم برفع مستواهم العلمي، كنت بعلمهم حاجات مهمه زي ان ازاي الحراره اللي بقيسها من تحت الباط، انا دكتوره اطفال بالمناسبه، فكنت بهتم اني اعلم التمريض يساعدني في حاجات، ازاي الحراره اللي هقيسها من تحت الباط تبقى صح؟ لان لو ممرضه دبت الميزان كده وبقى البلب بتاعه طالع من بره، من بره ما هواش اندر سكين، خلاص مش كده؟ ازاي لازم امد ايدي واشد الهدوم بعد ما احط الميزان تحت الباط، امد ايدي واشد الهدوم، لان لو في حاجه من الهدوم بين جلد الطفل وبين الترمومتر، مش يعني الترمومتر مش هيقيس. ازاي كنت من الناس اللي بيهتموا ان هم يستخدموا اللونج اكتنج بنسلم في علاج التونسلايتس، لان زي ما احنا عارفين علاج الستريبتوكوكال انفكشن 10 دايز تو اريديكيت ستريبتوكوكال انفكشن. لو حلفتي لي على الميه تجمد ان في ام هتدي لابنها علاج 10 دايز بعد ما الحراره نزلت في ثاني يوم او في ثالث يوم، ما صدقكيش. فكان الحل بيبقى في ايه؟ لونج اكتنج بنسلم. طيب محدش بيديه بره، في كل حته رحت فيها علمت ممرضه تديه، وعلمتها تصرف ازاي لو في الرجي. وكانت بتقول لي اخاف يا دكتوره، كنت بقول لها انا ماضيه اسمي مش شخبطه، ماضيه اسمي ثلاثي، لو في كارثه انا اللي هلبسها مش انت، وانا موجوده وانت هتديه والانتيدوت كذا وهتعملي كذا. الحاجات دي بتعمل لها ايه؟ بتديها ثقه في نفسها. بقى لما يجي عيان عايز ياخد الحقن ويخرج ياخدها بره، تقول له مش عارف تاخدها بره، يقول لها ليه؟ تقول له اللي ما خدهاش هنا وانا اللي اديتها له مش هياخدها بره، انا اديت لها اداه كسب واديت لها ثقه. الامثله كتيره، ازاي نعلم التمريض؟ احنا ربنا مدينا والحمد لله علم، مش كده؟ هنتكلم على كوميونيكيشن سكيلز وعلى مهارات كتيره، ولكن يظل العلم عند الدكتور اداته الاساسيه. انت موقعك في المجتمع جاي من ايه؟ من حد متميز علميا، وهنحط معاهم الاخلاق والاثكس والرغبه في خدمه الناس وما شابه. ماشي؟ طيب الاداريين والعمال،
هقول لكم ايه بخصوصهم. لا تتعجل الصدام، لا تتعجل المشاكل. بص كويس الاول، انت رايح في حته هي مكانهم وانت جديد. المثل بيقول لنا ايه؟ الغريب اعمى ولو كان بصير، مش كده؟ فعلا هم عارفين بعض. انت هتقعد يجي اسبوعين ثلاثه واحيانا شهر لو انت ما بتحفظش الناس بسرعه زيي، بتتلخبط في اسمائهم واشكالهم، مش كده؟ اسمائهم واشكالهم، بس انت لسه ما عرفتش مين بوشين، ومين ايده نظيفه ومين ايده مش نظيفه، ومين لما بيتحمق هو طيب ودغري، ومين عايز يتمنظر عليك. كل ده هتشوفوه يا جماعه، انا مش بخوفكم، لكن اعرفوا انك هتشوفوا ده، واعرفوا انكم تقدروا تتصرفوا، تقدروا تتصرفوا. لا تستعجلوا الصدام والخناق، اعرفوا المكان وافهموه كويس، جمعوا داتا وابتدوا تاخدوا وضعكم واحده واحده. مشوا العمل عند الحدود اللي يمشي فيها المهم. يعني ايه؟ يعني انا رحت لقيت في نظام ان مش كل الممرضات بيجوا، بيبدلوا مع بعض. ما تتحمقش وتقول مش عليا الكلام ده وتيجي كل يوم وبتاع، لا، انت تشوف ايه الاسنشال في الشغل وازاي يمشي، وتعمل معاهم بعد ما تفهم الدنيا شويه قاعده وتقول لهم انا عايز كذا وكذا وكذا، يمشي منتظم. ماشي منتظم يا جماعه والشغل زي الفل، مش هيقل راحتكم. اتلخبط كلنا بقى هنزعل، ماشي؟ ما تحاولوش تتفردوا وتتنوا على الفاضي. الطبيب حاجه مميزه، الطبيب حاجه بايونير، الطبيب عنده علم ومهارات very precious very precious. خليك واثق في نفسك، خليك فخور بنفسك. مغرور يعني انا مش عامل كده؟ لا، هتقع على بوزك، ماشي؟ لكن واثق في نفسك. كلما كان الانسان واثق في نفسه كلما كان اكثر تواضعا، ولكنه تواضعه قوي. مين حضر معانا امبارح صالون ثقافي مع دكتور شريف مختار؟ كان راجل مغرور، راجل متواضع، متواضع. الناس اللي اتكلموا على الانترفيوز عشان يقبلهم قالوا انه كان متواضع يعني سهل وكده، ولا انه كان حاد جدا؟ يعني هذا التواضع مش علشان هو ما عندوش معايير شارب بيقيس عليها، مش ما عندوش حدود شارب لا يسمح بتخطيها، لكنه تواضع العالم الواثق في نفسه، العارف هو بيعمل ايه. فده الحاجات اللي انا بدعوكم انكم تشتغلوا بيها في اللحظه الصحيه. يبقى طرف مهم جدا، العيان. العيان بسمع كلام كتير، العينين ما يستاهلوش الخدمه، العينين دول هم اللي بيشتمونا واهلهم بيشتمونا، مش كده؟ مش بنقول كده يا جماعه؟ في ناس بتقول كده، في ناس بتقول كده. العيان ده دكتور شيرين قالت عليه كلام كويس، دكتوره شيرين غالب، انا هكرره. العيان ده عيننا للاسف اجتمع عليه الفقر والجهل والمرض، ولكنه في نفس الوقت في منتهى الذكاء. وهضيف على كلام دكتوره شيرين حاجه صغيره، العيان مش بس ذكي، العيان حساس. حساس، مش هو راجل ولا ست، عجوز وغلبان وفقير وجاهل، لكن ذكي وحساس، هيفهم وهيحس الاهتمام. واخدين بالكم من قصدي؟ هيحس الاهتمام. في كل الحاجات اللي اشتغلت فيها كنت باخد بالي قد ايه العيان بيبقى very grateful very deeply touched. مش قادرة اترجمها، very deeply touched يعني بيلمس قلبه من جوه قوي، ان يشعر بجد باهتمام الدكتور بيه، ماشي؟ في اعلام بيقلب علينا الناس طول الوقت، النقابه بتحاول تتكلم عشان ترد الحملات الاعلاميه دي، لكن ميكروفونه بيوصل مساحه قد كده وميكروفونه بيوصل مساحه مش عارفه، ايديا مش جايبه، ماشي؟ مين بقى ميكروفوناتنا اللي موجوده في كل حته؟ انتوا. ان يبقى في رساله ان بجد الدكتور بيحس بمريضه وبجد بيحاول يخدمه رغم الظروف الفظيعه اللي احنا بنشتغل فيها بقدر الامكان، دي رساله بتوصل، الناس بتستقبلها وبتتاثر بيها. صدقوني ده مش كلام انشا، ده مش كلام انشا، دي مواقف انا شفتها كتير كتير كتير. هل معنى كده ان العيانين دايما بيبقوا كويسين؟ لا لا، مفيش اي حاجه من الكلام اللي بنقوله على اطلاقها، ولا زي ما اتكلمت على التمريض معنى كده التمريض هيبقى كله كويسين، ولا كاتب الصحه دايما بيبقى مش عارفه ايه. مفيش حاجه، مفيش مطلقات في العلم وفي المجتمع، مش كده يا جماعه؟ مش الناس عندنا تفكير علمي عارفين كده؟ ولكن الكلام ده بيمس الاغلبيه، في نسبه دايما ما بنعرفش نظبطها للاسف، ماشي؟ بس طول ما انت ماشي معاك المينستريم معقول اتس اوكي. برغم كل اللي كنت بعمله مع العيانين، علشان انا كان عندي كدكتوره اطفال ازمه شديده في ايه؟ الزحمه، مش كده؟ لو حد الدكتور اطفال مش عايز يكلفت هيعمل ايه؟ هيبقى متعذب.
ماشي. فكان كل يوم عندي خطه لازاي احافظ على العياده هاديه وانا شغاله كل يوم، يعني كل شويه اطور الخطه. في الاول كان وصلت القرار ان انا ادي شورت توك قبل ما ادخل العياده، شورت توك اقعد اتكلم دقيقتين ثلاثه مع عياني، ما تعملوش دوشه عشان اعرف اسمع عشان ابنكم مش عارفه ايه، شورت توك كده. وبعدين لقيت الحكايه دي بتحكم العياده نص ساعه، وبعد كده بتدي الدوشه، اكتشفت العينين بيتغيروا، اللي بره بيتغير، فبقيت بكرر باقل بقى مش دقيقتين ثلاثه عشان الوقت دقيقه. وبعدين بقى هم ونصيبهم لما يبتدي الدوشه والتخبيط، مره هرج مع اللي بره ومره زعق ماشي. والحكايه دي الحاجات دي اشتغلت بيها سنين، لكن لا انسى ان في مره من وسط السنين دي وصلوني ان انا اسيب العياده واخد شنطتي وامشي، عشان بس نقول ان مفيش مطلقات. يعني الكلام اللي بقوله ده معناه انكم لو عرفتوه وعملتوه هتعرفوا تذللوا كل العقبات؟ لا للاسف لا، بس اوعدكم انكم هتبتدوا من نقطه، يعني مش هتبتدوا من الصفر، هيبقى عندكم شويه نولج هتبتدوا وتكملوا معاها، مفيش حاجه بتنفع على طول، بيوصل مهما كان الواحد هادي وعايز مصلحه الناس وبيحاول بيوصل احيانا ان هو ما يقدرش. وانا فاكره واحنا ماشيين قلنا هنشتكيكي يا دكتوره ونديله مستشفى، قلت له مش كل وزير الصحه، وخد شنطتي ومشيت. والعجيب ان انا ما لقيتش اي فيدباك تاني يوم وانا جايه المستشفى، ما لقيتش اي حاجه. واضح ان طبعا الترايلز العديده اللي كنت عملتها عشان يهدوا واعرف اكمل العياده وما عرفتش كانت كافيه لانهم في النهايه يعرفوا ان هم عكوا الدنيا، لاني ما لقيتش شكوى من اي نوع وما حصلش مشاكل. ده عن ازاي تبقى دكتور في وحده صحيه. دكتور الوحده الصحيه بيضيع سنه من عمره على الفاضي، مش الجمله دي بتتقال؟ مش كده؟ اجابه صح ولا غلط؟ في رايي غلط 100%، في رايي غلط 100%. طبيب الوحده الصحيه بس بين يعني شرطتين يعني محطوطين كده، اذا كان النظام الصحي صح بيعالج 80% من الامراض. دكتور خليني ادي مثال بسيط خالص، لو انا كدكتور وحده صحيه بالترمومتر بقصدي بالجهاز الضغط والسماعه بس، معايا جهاز ضغط وسماعه بس، يعني اقدر اقيس الضغط مش كده؟ لو انا تابعت الضغط ومعايا تحليل في المعمل الغلبان اللي جوه الوحده تحليل للسكر بس، لو انا تابعت الضغط والسكر في الجنرال بوبيليشن اللي حواليا وعرفت اكونترول الحالات الكنترولبل في حدود الوحده الصحيه وحولت لقسم البطن والقلب في اقرب مستشفى جنبي وتابعت معاهم الحالات اللي هي الكنترول بتاعها صعب عليا مش عايزه تبقى ايزلي كنترول ماشي. لو انا عملت ده هقلل قد ايه حالات الاستروك؟ مش كده؟ مش الاستروك بيجي غالبا من الهايبرتنشن دايابيتس الان كنترولد سواء كاردياك او سيريبرال. هقلل قد ايه حالات رينال امبيرمنت ثم فيليور؟ هقلل ايه الحالات المحتاجه لدياليسيس، الحالات المحتاجه رينال ترانسبلانت، الحالات اللي فيها ريتينوباثي، الحالات اللي فيها دايابيتك فوت وعمليات، مش كده؟ مش كده؟ هقلل قد ايه كلفه الانتنسيف كير. طبعا الكلام ده برضو احنا بنحاول نوصله دائما للسادة المسؤولين، لان في جزء منه في التخطيط الصحي ان يدرب الاطباء تدريبا جيدا على هاو تو كنترول دايابيتس اند هايبرتنشن في البرايمري هيلث كير يونتس، وانه يوفر في البرايمري هيلث كير يونتس ادويه الدايابيتس والهايبرتنشن على الاقل الفيرست لاين، ان يبقى في كلينيكال جايد لاينز فيري كلير وين تو ترانسفير، امتى انا خلاص فيلد ان انا، لان مش كل حالات الهايبرتنشن بيقدر دكتور البرايمري هيلث كير تو كنترول، هو بيقدر تو كنترول مثلا اول 10 سنين او الحالات الايزلي تو كنترول، في حالات تبقى كومبليكيتد وعايزه يحولها لحد في شغل الاخصائي البطن مش كده؟ شغل اخصائي في جزء في شغل الاخصائي القلب والاوعيه الدمويه مش كده؟ غير شغلنا الحالات اللي هي هارد تو بي كنترول في البرايمري هيلث كير يونتس. الكلام ده برضو بيوصل، لكن خليني اقول ان احنا نقدر احنا نفسنا كدكاتره نعمل ما نستطيعه في مجالنا، و يعني ما هياش سنه ضايعه، ما هياش سنه ضايعه كمان عشان الخبره الاجتماعيه. اغلبكم ما سافرش كتير خارج مكان اقامته غير لو مصيف مش كده؟ مش كده يا جماعه؟ اللي فيكم لا في ناس سافرت كتير، اللي فيكم قرا مثلا كتاب دكتوره بلغار على هامش الرحله
دكتورة بلغار أستاذ جامعة، لكن زي لحد دلوقتي بيبقى فيه فترة ما بين التخرج وما بين إنه يتعين وهو ليه بوست في الجامعة، ما بين إنه يتعين في بوست بتاعه في الجامعة بتبقى في التكليف. قعد وعاش وعالج وتعامل مع الناس وخد خبرات وحكى عنها، وكانت شهور ثرية جدا في حياته. الدكاترة اللي هم دايما الطلبة المتفوقين اللي ما عندهمش خبرات حياتية واسعة، انت عندك فرصة تشوف أماكن مختلفة في بلدك، فرصة ثمينة تتعرف على قطاعات هتشوفها بعد كده وافدة ليك، وهيبقى فيه حاجات انت مش فاهمها في تصرفاتها وانت بتشوفها في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في المنصورة المدينة. لما بتروح وتقعد فترة في بطن المجتمع بتشوف الحاجات دي. انا شايف ان سنة التكليف سنة مفيدة، سنة مهمة، سنة اقدر اعمل فيها خدمات حقيقية، اقدر افهم بشكل اعمق واقدر استفيد طبيا، لان كلما خدمت كلما تابعت حالات كلما ازددت معرفة. خصوصا دلوقتي انت بتشتغل واي سؤال انت معاك تقدر تحطه على الانترنت وتلاقي 100 اجابة ليه، يعني الدنيا سرية. ده كده على الوحدة الصحية، انا اسفة اني قفلت فيها. عندي بقى بعد كده الموضوع الاساسي للمحاضرة، احنا دخلناش حد بقى الموضوع الاساسي للمحاضرة، وهي اعرف نقابتك. اعرف نقابتك، ايه هي النقابة يا جماعة؟ ايه هي النقابة؟ النقابة مكان بعمل فيه جزء من ورقي عشان اخد ترخيص مزاولة المهنة، صح؟ مش كده؟ صح؟ طيب هو ده دور النقابة بس؟ النقابات اتعملت ليه في التاريخ؟ طيب النقابات في التاريخ اتعملت لما واحد او اتنين شغالين في مكان ما، اي مكان، لنفرض انه ورشة، مصنع، ما شابه، يتضرروا من شيء ما في طريقة العمل، ماشي، فيروحوا لصاحب العمل، احنا مش عايزين الحاجة الفلانية تحصل، او بنطالب الحاجة الفلانية تحصل، دي ضروري، غير كده يبقى ظلم ومش هنشتغل. صاحب العمل تتخيلوا اول حاجة يعملها ايه؟ هو مثلا مشغل عنده 100 واحد، اثنين او ثلاثة بيجوا يقولوا له مطلوب ان يبقى فيه كذا، ده حقنا، ويدللوا على ده بمنطق ما، ماشي، ولو ده ما اتعملش هنسيب الشغل. هو يعمل لهم ايه؟ هيرفضوا. بالظبط، هيرفضوا، ماشي. وبالتالي الناس فهمت ان علشان نطالب باي حق لازم اغلبيه الناس اللي بتعمل في نفس الظروف، مش هنقول كلها لكن نقول اغلبيتها على الاقل، تطالب معنا. لو هو عنده 100 واحد شغال واللي طالبه 90 او 80، يقدر يفصلهم؟ لا، ما يقدرش. لكن لو 2 او 3 او 5 او 10 يقدر. من هنا نشات النقابات كيونيونز او اسوسيشنز، ماشي، بين العاملين في نفس الظروف، في نفس مجال العمل، في نفس المهنه، في نفس الصنعه. بتختلف النقابات، هناك نقابات مهنيه ونقابات عماليه، لكن يجمعها ان العاملين فيها بيبقوا عندهم نفس ظروف العمل، اللي هي هيبقى فيها مشكله جديده على العامل لو طلب طلب او اعترض على شيء مع صاحب العمل وهو اقليه. يبقى لازم يبقى الناس بشكل او باخر عندها قدره ان يكون عندها قرار جماعي. من هنا قوه النقابات في ايه؟ جمعيه الراي، جمعيه الموقف، مش كده؟ مش كده؟ ناس كتير منكم بتشوف ديسكشنز على الفيس، صح؟ ولا ما بنشوفش لسه صغيرين بيشوفوش ديسكشنز على الفيس؟ بتشوفوا، مش كده؟ لما احنا بنيجي نطالب في النقابه بحاجه وبنقول ده مع زمايلنا، زمايلنا بيقولوا لنا ايه؟ انتوا نقابة بتطلبوا، امال احنا نعمل ايه؟ انتوا طلعوا قرار، مش كده؟ شوفوا الكلام ده يا جماعة، انتوا طلعوا قرار، انتوا ما تطلبوش، احنا بنطالب، امال انتوا فايدتكم ايه؟ امال انتوا فرقكم عننا ايه؟ ازاي انتوا بتطلبوا؟ ماشي؟ او تعبيرات اكثر سخافة من كده، لسه هتطلبوا ايه، مش عارفة ايه، واكثر من كده يعني، اوكي؟ بشوف طبعا الحاجات دي كلها. لما بنرد عليهم نقول لهم لا، النقابة ما بتطلعش قرارات، الجهة التنفيذية اللي بتطلع قرارات. النقابة لا تستطيع مهما كانت مقتنعة بأهمية بدل العدوى أن تصدر قرارا بتطبيق بدل العدوى، مش كده؟ مين اللي بيطلع؟ نعم، بدل العدوى 19، ما تاكلش جنيه، عيب عليك.
هنستنى. طيب ان هو 19 مش 18، 18 دي كلها يعني اشاعات مغرضه ولن نسمح بترديد مثل هذه الاشاعات. ولكن لو انا كنقابه مقتنعه ان اقل حاجه البدل العدوى مفروض تبقى 1000 جنيه، تستطيع النقابه اصدار قرار بان بدل العدوى 1000 جنيه؟ يا جماعه تستطيع. ليه؟ النقابه مش جهه تنفيذيه، يبقى النقابه ملهاش لازمه. مش ده اللي بيتقال؟ اه يعني بدل العدوى 19، وانتوا النقابه شايفين بدل العدوى 19 جنيه وبنقول لكم خلوه 1000، تقولوا لنا ما نقدرش، يبقى انتوا مالكوش لازمه، صح؟ طيب بهذه الطريقه مش هتتحرك غير لو جهه تنفيذيه اقتنعت من تلقاء نفسها انها تزود الفلوس، وحيث ان وهذا شيء مستحيل. هنأجل الديسكشن، هنأجل الديسكشن. لا يا جماعة، النقابة ليها لازمة. النقابات في العالم، نرجع للمثال الأولاني، لو الناس الموظفين اللي شغالين عن صاحب عمل معين وهم 100 وراحوا له قالوا له احنا عايزين الشيء الفلاني، ماشي، وهم أغلبية، هيخش في ايه معاهم؟ ديسكشن، في نيجوشيشن، في مفاوضات، في أخذ وعطاء، ماشي. مش هقدر استنى اقول ان انا ما ينفعش ابتدي افكر في حاجه ولا طالب فيها غير لو رئيس العمل من نفسه اقتنع. النقابه دورها هنا ايه؟ دورها المناقشه، الاقناع، الضغط، اللوبينج. اللوبينج يعني ايه؟ التجميع. فاهمين قصدي؟ كلما كان النقابه وراها جماعيه وقدره على الضغط، كلما قدرنا نوصل لحاجه. النهارده الوصول لأي تحقيق أصعب. ليه؟ اللوبينج له أدوات، هذه الأدوات هي أدوات العمل الديمقراطية المعترف بيها في اتحادات العمل وفي تنظيمات العمل في العالم كله، اللي هي إيه؟ اللي هي الإضراب والتظاهر والاعتصام وحرية التعبير، ومش كده؟ دي حاجات يا جماعة، أنا مش بقول كلام ممنوع ولا كلام عيب، أنا بقول كلام مصر موقعة عليه في كل الاتفاقات الدولية. ولكن هذا الكلام النهاردة ليه هامش ولا الهامش بتاعه بحكم حاجات كتيرة آخرها تجديد قانون الطوارئ، لكن بحكم حاجات كتيرة الهامش بتاعه ضيق جدا. الهامش بتاعه ضيق، هجاوب أنا، الهامش بتاعه ضيق جدا، ماشي. معنى كده إن النقابة ملهاش شغل، ما احنا خلاص مش هنعرف نعمل لوبك. ناس تانية هتقول اه، تاني هقول لكم لأ، لأن دايما عندنا حاجة بنقولها، إن ما لا يدرك كله لا يترك جله. مش معنى ان انا مش قادره النهارده، يعني نقابه الاطباء دي حاجه معروفه، ما هياش اسرار، نقابه الاطباء قادت اضرابين ضخمين، واحد في اكتوبر 2012 لمده 82 يوم، وواحد في مارس 2014 لمده 62 يوم، ونتيجتهم اقر قانون 14 اللي هو اقل من اللي احنا كنا طالبينه بكتير، لكن اكيد انه نقله، لان حديث التخرج كان اجمالي اجره حوالي 900 جنيه بحوافزه بنبطشاته وبكل حاجه، حديث التخرج دلوقتي اجمالي اجره حوالي 2100 من غير نبطشيات، وعلى حسب النبطشيات ممكن يوصل 2500 او 2600، ولو في مناطق نائيه بيرتفع ل 4000. هذا الفارق بين 900 وهذه الارقام هي بنت عمل الاطباء المشترك في نقابات، في حاجات كنت والحمد لله ونقابة الأطباء الحالية جزء منها دائما. لكن النهاردة لما حد نيجي نتكلم على حملة توقعات، زي حملة التوقعات دي هتبقى بره، حملة توقعات على 3 مطالب احنا بنطالب بيها. نمرة 1، تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات، عشان ناخد فلوس او ما ناخدش فلوس فيها مناقشة، لكن نشتغل ونضرب بتالي ما فيهاش مناقشة، صعبة قوي، ماشي. وفي قاعده فقهيه بتقول ايه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المنفعه، ماشي. فعندنا مطالبه ب، المطالب دي موجهه لمجلس النواب، مطالبه ب تشديد عقوبه الاعتداء على المستشفيات والاطقم الطبيه، وعندنا مطلب تاني خاص باقرار قانون المسؤوليه الطبيه، قانون المسؤوليه الطبيه اللي بيحدد طريقه محاسبه الطبيب على اي خطا مهني، ونقطة ثالثة خاصة ب
بدل عدوى عادل الأطباء. كل الحاجات دي مقدم بيها مشاريع قوانين لمجلس النواب، وكل الحاجات دي رغم انها اتعمل حواليها ديسكشنز كتير، اكيد انتوا سمعتوا الديسكشنز، وبعضها كان في نواب بيناقشوها في التلفزيون، مسؤوليه طبيه واجزاء على المستشفيات وبدل العدوى، كل الحاجات دي رغم كده اهو لحد النهارده في الثلاجه، لحد النهارده في الثلاجه. فاحنا عايزين نحرك عليها ضغوط، حد يجي يقول يا اما اضراب عشان الحاجات دي تقر يا اما لا. الكلام ده مش عملي ابدا، لان اذا كان النهارده في قانون طوارئ يخلي اي حد يحاول ينظم اضراب او يقود اضراب يبقى في السجن، ما ينفعش ان انا ابطل اعمل اي حاجه. ليه مثلا لما الدنيا تتفك، مش ده تعب؟ مش ده تفكير؟ ما تستنوا يا جماعه، بدل ما انتوا بتهاتوا والمردود قليل استنوا على ما الدنيا تتفك، مش كده؟ في حد شايف الكلام ده منطقي؟ نستنى لحد ما الدنيا تتفك؟ طب مين شايف ان منطقي ان احنا نستنى يا جماعه بلاش وجع قلب لحد ما الدنيا تتفك؟ طيب ليه ما نستناش لحد ما الدنيا تتفك؟ لان الدنيا يا جماعه مش استاتيك، ماشي؟ الدنيا كده صح، الامور كده opposing each other صح. مش احنا درسنا فيزيكس؟ الالكترون وهو بيلف حوالين النواه بيتحكم فيه ايه؟ قوه طارده وقوه جاذبه. الارض وهي بتلف حوالين الشمس بتتحكم فيها ايه؟ الدنيا كده، في ما يدفع للامام وفي ما يدفع للخلف. لو انا سكت انا مش هفضل مكاني، لو سكت اكيد هزق لورا، مفيش حد هيسيبني، مفيش حد هيسيبني. واخدين بالكم؟ مين كنا بنتكلم معاكم على موضوع ضم سنه الامتياز؟ احنا بنحاول ان احنا نقر بدل عدوى، يعني نحسن وضعنا، ماشي؟ وعندنا محاوله لالغاء ضم سنه الامتياز، يعني تقليل مكاسبك سواء مرتبك او خبرتك او قدرتك على التنافس عند السفر او السي في بتاعك. فاهمين قصدي؟ الدنيا مش واقفه، احنا بنحاول ان احنا نحسن المعاش، وفعلا النقابه حسنت معاش اتحاد المهن الطبيه، يعني المعاش باختصار النقابه نفسها بتديه اترفع في الاربع سنين اللي فاتت من 400 ل 500 ل 600 ل 800، الضعف، رفع اربع رفعات. مازال قليل، ده معاش تكميلي. في بعض النقابات المعاش التكميلي بتاعها ده 50 جنيه، ده مش معاش الاساسي، ده حاجه تكميليه زي صندوق داعم او صندوق مساعد. عايزين نحسن المعاش الكبير نفسه، وعندنا مشاريع قوانين مقدمينها في ده، وهم في نفس الوقت دلوقتي بيمنعوا، في حاجه طالعه فعلا في هيئه التامينات الاجتماعيه بتمنع اللي خارج على المعاش مساوي معاش مبكر من انه يقبض معاش لحد سن 65 سنه، يقول له انت عندك عمل حر، تقبض معاش لما تقفل عيادتك وتنتقل لجدول غير المشتغلين، مش بقاش بتشتغل عمل حر، وانت بتشتغل عمل حر هتنتقل من المعاشات الحكوميه للتامينات الحره، يعني تفضل تدفع تاني. الكلام ده مش قانوني، وفي عليه ديبيت كبير ومعرفين عليه قضيه وكل الكلام ده، لكن انا بوريكم ان الدنيا ما بتقفش. لو بطلنا نبوش لقدام توقع انك ترجع لورا، لازم تفضل بتبوش لقدام. طيب انا هدعوكم انكم الورق ده فيه الاسم وفيه رقم القيد، اغلبكم امتياز جديد، في عدد قليل امتياز قديم ليهم ارقام قيد، مش كده؟ او يعني او ممارس عام، مش امتياز، انا اسف. انا هدعوكم لان توقعوا الورق ده معانا، ومكان رقم القيد هتكتبوا امتياز كذا، يعني امتياز قصر عيني، امتياز طب اسكندريه، امتياز عين شمس، امتياز، ماشي؟ وفي الحمله دي موجوده على موقع النقابه، هدعوكم انكم تعملوا لها شير علشان التوقيع الالكتروني. ليه؟ عشان لازم نتعود ان نساعد بما نستطيع، لان ده هيرجع لي، ده هيرجع لي انا نفسي، ماشي؟ زمايلكم في مشكله ضم سنه الامتياز، مين متابع مشكله الدفعه الاكبر في ضم سنه الامتياز؟ طيب كويس قوي. الدفعه الاكبر هي اللي متصديه النهارده للموضوع ده، الموضوع برضو في حدود فهمي قانوني غير قانوني تماما تماما. احنا بعد ضم سنه الامتياز بنبقى متاخرين عن زملائنا اللي معانا في ثانويه، اللي كانوا في ثانويه معانا سنة بعد ضم سنة الامتياز، متأخرين سنة عن خريج من 5 سنين وسنتين عن خريج من 4 سنين. لو ما ضمتش سنة الامتياز هنبقى متأخرين 3 سنين على متخرج من 4 سنين، زي كلية الصيدلة
ثلاث سنين وسنتين عن المتخرج من خمس سنين، وده طبعا بيأثر في السي في وفي الترقيات وفي الأماكن القيادية سواء في المستشفى بعد كده وعلى القبول وعلى بره، لأن بره الكومبتيشن بتبقى مش يعني مش هنقول ما يكون الدفعة كده، بره الكومبتيشن بتبقى مع أطباق جنود. ماشي. آخر حاجة هتكلمها عن النقابة، النقابة يا جماعة مش شغلها الحاجات الخاصة اللوبينج والضغوط وحملات التوقعات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات، وفقط النقابة بتقدم خدمات بالإضافة إلى هذا العمل اللي بنسميه العمل الحقوقي أو النقابي. الحاجات الخدمات اللي النقابة بتقدمها هتعرفوا جزء كبير منها من كتيب أعرف حقك. كتيب ده معاكوا في الشنطة مش كده؟ لو بصينا على ظهره هنلاقي في اللينك بتاع لجنة التعليم الطبي المستمر، وهتلاقوا معاكم في الشنطة برضو البامفلت ده. لجنة التعليم الطبي المستمر بتقدم دورات فيها كتير قوي، دورات ورش عمل فيها كتير قوي، حاجات بتبقى بسعر رمزي. احنا بنقدم اي سي جي 3 ايام ب 200 جنيه ده سعر رمزي سعر مدعوم. بنقدم دورات بيزك لايف سابورت اللي هي تبع المؤتمر بنقدمها ب 50 جنيه لانها الاطباء امتياز ما زالوا غير قادرين على ان هم يعني يدفعوا اكتر شويه، ولكن اللي غير كده ومدعومه برضو بس بهامش ضيق بتتقدم ب 325 جنيه تاني، ده سعر رمزي لان دي دورات واخده كريديت اورز يعني واخده اعتراف دولي، بيبقى معاك فيها اعتراف دولي وشهاده معترف بيها دوليا. وغير كده كتير يعني بنقدم في كل المجالات، في السونار، في النسا، في النيورو، في يعني في كل ما تتخيلوا. ولو في اي مجال عندكم فيه طلبات اتفضلوا اطلبوا علشان نعمل فيه دورات. غير كده يا جماعة هتلاقوا على موقع النقابة قروض حسنة. يعني ايه قرض حسن؟ قرض حسن يعني معلهوش فايدة، القرض انتوا بتاخدوه طبعا ليه شروط، اي قرض حسن من غير فايده ليه شروط، ده من فلوس النقابه مباشره مش من بنك، بتاخدوه بيتسدد على 40 شهر برسوم اداريه ما تتجاوزش في الثلاث سنين او الاربع سنين اللي بيتسدد عليهم حوالي 300 جنيه دي رسوم اداريه جاست. وفي تيسيرات لسيارات، في دعم صحي، تعرف حاجه عن مشروع العلاج؟ ماشي. في لجنة اجتماعية بتقدم رحلات مدعومة. ماشي. في متابعة مستمرة للشكاوي. في دعم قانوني. يعني ايه دعم قانوني؟ انا عايزة اقف دقيقة قدام الدعم القانوني يا جماعة. دعم قانوني، احنا عارفين ان الاطباء بيتعرضوا للاتهامات بالمال براكتس مش كده؟ لو دكتور عمل شغل زي الفل وبعدين العيان توفى وتلم محامي تعويضات على اهل العيان وقال له الدكتور ابني مش عارفه ايه ده انا طلع لك منه مليون جنيه او على الاقل نص مليون جنيه عشان تتنازل، انت لازم ترفع قضيه. الدكتور يعمل ايه؟ في الحاله دي؟ نعم، يدفع. لو ما يقدرش يدفع يدخل السجن. في اختيار ثالث، لان بيبقى في مشكله ان الدكتور يروح لاي محامي، المحامين عايزين فلوس طبيعي شغلهم، فيهم كويسين وفيهم مش كويسين زي اي قطاع في الدنيا، فبيبقى في احيانا كتير ابيوز للدكتور ويبقى مثلا موقفه على الورق ضعيف، حتى لو كان موقفه اكتشوالي مش يعني كويس عمل اللي عليه بس موقفه على الورق ضعيف، والمحامي يجر ويجر وياخد منه 30,000 جنيه و40,000 جنيه ويلاقي روحه متدبس في حكم واجب النفاذ وبيتقبض عليه ويجري علينا وهو واهله وهو في الحاله دي، وبيبقى الرحله صعبه جدا. الصح ان من بدايتها الدكتور يلجا للدعم القانوني للنقابه. احنا عندنا محامين تخصصوا في هذا الجانب من القضايا، فاحنا بنشوف ورق القضيه وبنشوف موقف الدكتور، يا اما موقفه قوي ماشي فبنجهز الحاجات وبنبعت الورق بتاعه الاستشاري في مجال التخصص، لو هو نسا يبقى الاستشاري نسا، لو هو جراح يبقى الاستشاري جراحه، ونعمل ريبورت ونقدمه وندعم الدكتور. يا اما موقفه ضعيف بنقول له اتصالح من الاول، لان اهل المريض اللي هياخده 100,000 جنيه واحنا في الاول لو عليه حكم نهائي واجب النفاذ هياخده مليون، واخدين بالكم؟ يعني احنا ما عندناش مش بنستخدم الدكتور،
لا نستخدمه، ماشي، ما بنستخدموش كمصدر ربح. فبنقول له الحقيقة، موقفك قوي، هنعمل اللازم لانه يطلع منها. نحن هناخد الورق ونوديه الاستشاري ونكتب له تقارير، ومحامي النقابة اللي هو بقى بالخبرة لانه في القضايا دي على طول عنده خبرة يدافع عنه. يا موقفه ضعيف، ودي حصلت حالات كتيرة، كان موقف الدكتور على الورق ضعيف وشكله هيروح لحكم، هيروح لحكم، قلنا له اتصالح، واتصالح بسرعة قبل ما اللي قدامك يعلي السعر. فاحنا نصدقه القول. اوكي، انا عايزه طبعا دكتور ايهاب الطاهر اتكلم عن كتيب اعرف حقك، كلام كتير مش كده، شرح في حاجات كتير. انا عايزه اتكلم بس يا جماعه على الحاجات اللي على ظهره، الحاجات اللي على ظهره، ماشي. على ظهره في موقع النقابه على الانترنت، وفي صفحه النقابه على الفيسبوك. اهميتها ايه؟ اهميتهم ايه؟ بيقولوا لك على فرص جيده بالنسبه لك، او بيحذروا من حاجه خطر. مثلا في وقت من الأوقات اتغير قانون الخدمة المدنية اللي كان بيدينا 3 انذارات لو الدكتور عنده غياب لحد ما يصدر ضده قرار فصل. اتغير وبقى قانون الخدمة المدنية مش قانون العاملين المدنيين بالدولة، اللي من حقه يفصل الموظف في حالة الغياب اللي يوصل ل 15 يوم متصلة أو 30 يوم متقطعة، يفصله بدون انذار. وشفنا حالات بتتفصل بدون انذار، وبيجوا يقولوا يا نقابه ارفع لنا قضيه عشان ما وصلناش انذارات. قلنا لهم الكلام ده كان زمان، كانوا موظفين كبار زينا، دكاتره يعني شغالين بقى لهم مده كبار زينا، فواخدين على القانون القديم. احنا كنا نشرنا ان ده اتغير وما بقاش في انذارات، وانت لو بتغيب طبعا غلط الواحد يغيب ويبلطك من بيبه، لكن لو حد مش بلاش غيب، مش مسدد ايام اجازاته ومرتكن على ان القانون بيديله، القانون بيديله الحق في ان يبقى عنده انذارات، الموضوع ده اتغير. واحنا نشرنا ده، نشرنا هذا التحذير وسيادتك ما شفتوش. فانا هدعوكم لانكم تحطوا موقع النقابه او صفحه نقابه على الفيسبوك في الفيفوريتس او في الحاجات السين فرص، وكذلك صفحه نقابه بتاعه لجنه التعليم الطبي المستمر، حتى تستطيعوا اولا انكم تستفيدوا من الحاجات المميزات اللي بنديها، زي دورات مدعومه، زي رحلات مدعومه، زي مصايف مميزه، زي قرض، وكمان تتابعوا الاخبار اللي بتنزل. في بعض الاخبار بتنزل تبقى جيده، في بعض الاخبار بتنزل تبقى سيئه، ولكنها سيئه بننشرها علشان نحذر من حاجه، لو ما شفتهاش هتبقى للاسف في موقف أسوأ. ده اول حاجه بنبقى فيها معا، متابعين بعض، شايفين بعض، فهي نقدر نبقى فيه نقابه. انا لوحدي، دي الرساله الاخيره اللي بحب اقولها كممثل نقابه، انا لوحدي كطبيب ضعيف، احنا مع بعض اقوياء. انتم تمتهنوا مهنه محترمه ساميه مميزه، ليكوا تاثير في المجتمع قوي جدا، شاء من شاء وأبى من أبى زي ما بيقولوا. اعتزوا بنفسكم، اهتموا بأنكم تتابعوا أخبار النقابة لتستفيدوا مما ترغبوا في الاستفادة به، ولسرعة التواصل لما يبقى عندكم سبب أنتوا عايزين النقابة فيه. شرفتونا، شرف دار الحكمة، نورتونا، ونشوفكم إن شاء الله، نشوفكم دايما إن شاء الله. هم عمالين يبعتوا لي كروت كتيرة، خلاص هنعمل ايه؟ في اسئله. طيب الثقافي بتاع النقابه ده الورق بتاعه موجود بره واحنا وزعناه، ده برضو ليه صفحه هتلاقوها في اخر الورقه دي. معاكم الورقه دي؟ معاكوش؟ فين معاكم؟ اللي معهاش هنحطها بره عشان تتاخد صالون، لان الدكاتره فيهم ناس كتيره تالنتد، بتكتب قصه، بتكتب شعر، بتعزف موسيقى، بتخرج مسرحيات. الصالون الثقافي، الشغل الثقافي، فعايزينكم تبقوا تتابعوه، يعني نشوف المواهب بقى. قول نعم. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده.
في سؤال يا جماعة عن يعني إيه الجمعية العمومية للأطباء؟ يعني إيه الجمعية العمومية للأطباء؟ الجمعية العمومية للأطباء هي مجموع كل الأطباء المقيدين في النقابة، خلاص؟ يعني كل دكتور بعد ما بياخد الكارنيه وبيحلف اليمين بيكون عضو في الجمعية العمومية للأطباء. الجمعية العمومية الأطباء هي أعلى سلطة، هي جمع الأطباء. عشان الجمعية العمومية للأطباء انتخبتني، مش كده؟ مش بتعمل انتخابات، بتعمل انتخابات، بتعمل بطول وعرض جمهورية مصر العربية في 26 مكان في نفس الوقت. الناس بتنتخب كل نقابة فرعية في مكانها، بتنتخب نقابتها الفرعية، والكل بينتخب نقابة عامة. فاللي بينتخبوا على مستوى الجمهورية نقابة عامة بياخدوا أعلى أصوات، بيبقوا دولة في مجلس نقابة. احنا سلطتنا جاية من ايه؟ من ان الجمعية العمومية للأطباء اللي هي جموع الأطباء انتخابتنا. الجمعية العمومية للأطباء تنعقد بشكل سنوي او روتيني مرة كل سنة لمناقشة الميزانية، ماشي، واقرارها، ومناقشة خطة عمل النقابة في السنة اللي فاتت عملت ايه وعايز تعمل ايه في السنة اللي جاية. دي بتبقى في احد الجمعة في شهر مارس بحكم القانون، اوكي، وبنعلن عنها. وللأسف الحضور فيها بيبقى ضعيف. الناس بتحضر جماعة عمومية لما يبقى فيه حاجة ساخنة او ملتهبة، وما بتحضرش جماعة عمومية لما تبقى حاجة عادية، رغم ان الجماعة العمومية دي من الحاجات البسيطة خالص زي ما انا قلتها كده اهو، انها بتناقش ميزانية النقابة. ميزانية النقابة دي فلوس مين؟ ميزانية النقابة فلوس مين يا جماعة؟ والمال السايب اللي أهله مش عايزين يناقشوه يعلم إيه؟ مش كده؟ ميزانية النقابة تنشر على موقع النقابة قبل عقد الجمعية العمومية بأسبوع، وبنقعد نقول للناس اقروا الميزانية وتعالوا ناقشونا. يا ما يردوش، وهذا هو الأغلبية الساحقة، يا إما حد يقول إحنا واثقين فيكم برضو، يعني مش عارف اقول لكم تعالوا حاسبونا. ميزانيه النقابه هي موجوده على فكره، ما اعرفش كام بالظبط، بس هي عدت ملايين، تصل حوالي 50 مليون. ميزانيه النقابه مش بسيطه، ولو الناس ميزانيه النقابه طبعا مش كلها فلوس كده، فيها اصول وفيها، بس تصل ل 50 مليون، فيها اصول، فيها حاجات ثابته، فيها وحدات مصيفيه، وفيها، ولكنها ميزانيه مش قليله، وهي فلوسكم. ولازم يبقى لكم بلاش احنا امنا ولا مش امنا، يمكن احنا لا نحسن التصرف، مش ده احتمال قائم؟ مش يمكن يبقى لكم راي في طريقه احسن في التصرف؟ زودوا دعم كذا، قللوا دعم كذا، ما تشتروش وحدات مصيفيه، ادعموا التعليم الطبي اكتر، مش يمكن يبقى ده راي ناس؟ كل الكلام ده بنكتبه يا جماعه وبنشيره، بنقعد نقول للناس تعالوا ناقشوا فلوسكم، يقولوا لنا لا احنا مستامنينكم، او ما يردوش. ودي حاجة خطيرة. ليه حاجة خطيرة؟ مجلس النقابة الحالي دايم، لما نخلص مدادنا هنغير قانون النقابة مثلا، مش هنعرف، مش كده؟ فيبقى المجلس هيتغير خلاص، ان شاء الله يجي زملاء، حتى لما نتغير احنا يجي زملاء كويسين وامنا واحسن مننا. ولكن الحاجة الوحيدة في فهمي اللي تخلي الشخص الذي تنتخبه يمشي على القواعد اللي انت انتخبته عليها، ان تكون عينك عليه، انت وثقت فيه وانتخبته زي الفل، بديله ثقة مطلقة؟ لا، مفيش ثقة مطلقة، في ثقة مشروطة، انه بيعرض عليا كل سنة عم بيعمل ايه، وبيناقشني في اللي بيعمله، بياخد رأيي وبيتقبل النقد. فاهمين قصدي؟ فالجمعية العمومية حاجة مهمة قوي، من حق مجلس النقابة أو 150 عضو وقعوا على ورق بطلب معين أن يعقدوا جمعية عمومية طارئة لمناقشة أمر طارئ، ماشي. وده حصل كتير، في مرات نجح ومرات ما نجحش،
نجح طبعا اكبر نجاح الجمعيه يوميه طريقه كان جمعيه بتاعه المطريه، ورغم كل الراو اللي بيتقال على جمعيه المطريه، في جمعيه المطريه نجحت جدا، لان الناتج عن جمعيه المطريه اتحاكم واتحبس ونفذ الحكم فعلا 6 من امناء الشرطه المعتدين على اطباء المطريه، نفذوا احكام فعليه في سابقه لم تتكرر في بر مصر، في سابقة لم تتكرر في بر مصر. التسقيف ده طبعا موجه للعشر تلاف طبيب اللي حضروا. في ناس بتخانق تقول الجمعية العمومية اهدرت الجمعية العمومية عشان ما طلعش قرار اضراب. عدم وجود قرار اضراب كان قرار الجمعية، يعني انا شخصيا دفعت عن الاضراب وقتها، ولكن كان قرار الجمعية ضدي مع رأي دكتور حسين خيري. دكتور حسين خيري مال لطريقة تانية وهي طريقة العلاج المجاني، ولكن بغض النظر عن الخط اللي خدته جمعية المطرية، الأمناء الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء وأهانوهم وسحلوهم وداسوا على رقبتهم وقالوا لهم إحنا سيد البلد، كل ده حصل قدام الكاميرات وكان مسجل، حوسبوا واتحكم عليهم ونفذوا العقوبة. وده تاني ابن تجمع الناس عشان نعرف قيمتنا لما نتجمع. وجمعية عمومية الطريقة فشلت لما دعينا جمعية عمومية الطريقة لنصر الدكتور محمد حسن. تعرف طبعا قصة الدكتور محمد حسن، ودكتور يعني حد من زمايلنا اللي كان استدعي وهو في وسط نبطشية للنيابة في موضوع طارق وعادي، شهادة عادية ومش مستعجلة، وأجل ده لبعد النبطشية وحصل كلاش وتصعد. للأسف الناس لم تتحمس انها تيجي، الوقت غير الوقت. في اوقات بيبقى تجمع الناس اقل فيها، ما هماش متحمسين انهم يجوا. الناس ما جاتش وكانت بتقول حاجة عجيبة، اصل احنا مش جايين علشان المجلس ما بياخدش قرار اضراب. قرار اضراب قرار جمعية عمومية مش المجلس. قرار الاضراب اتاخد في قبل اضراب اكتوبر 2012 غصبا عن المجلس. كنت انا اقليه في المجلس، معارضه في المجلس وقتها، اتاخد غصبا عن المجلس، واكثر من 3/4 اعضاء مجلس النقابه غادروا قاعه الاجتماعات في قاعه المؤتمرات في الازهر وقتها، غادروا قاعه الاجتماعات وكملنا جمعيه عموميه رغم ان اغلب اعضاء، واثبتنا ده في محضر، واخذنا قرار ضد المجلس. كنت انا عضو مجلس لكن كنت اقليه عشان بس ما تتلخبطوش يعني، ماشي. فالجمعيه العموميه قراراتها ليست ملك المجلس. الجمعيه العموميه هي الوقت اللي بيبقى فيه النقيب له صوت، والطبيب اللي واخد كارنيه امبارح ليه صوت مساوي للنقيب تماما. احدث طبيب ملتحق بالجمعيه العموميه، احدث طبيب واخد كارنيه يوم الجمعيه العموميه له صوت، زيه زي عضو مجلس النقابه العامه او الفرعيه، وزي نقيب الاطباء شخصيا. فيعني هذه هي الجمعيه العموميه، هذه هي سلطتها. تابعوا لما يبقى فيه اعلان، تابعوا على موقع النقابه لما يبقى فيه اعلان عن اي جمعيه عموميه واحضروها. بليز حطوا موقع النقابه على الفيفوريتس او صفحه النقابه في السين فورست عشان تشوفوا، علشان دي بتبقى فرصتكم انكم تقولوا رايكم، تراقبوا الاداء، يبقى لكم بصمه. قانونا مش موجود، احنا ما نقدرش. قانون النقابه يا جماعه ما هوش لائحه داخليه للنقابه، قانون النقابه قانون من قوانين الدوله. لو اخذت تصويت على حاجه اسينشال زي كده هيطعن فيها ومش هتقدر تنفذ ولا قرار. يا جماعة احنا ماشيين بقانون قديم. اللي يقول لي حدثي قانون ودخلي قانون مقترح النهاردة مجلس النواب، اقول له قانون النقابة اللي مازال مدينا هذه الحريات لو دخلناه مجلس النواب دلوقتي هيطلع ايه؟ هيطلع ايه؟ محدش، مش هنقدر ندخل قانون دلوقتي مجلس النواب. قانون النقابة ده بيدينا مساحات حركة، لكنه اولد فاشن في حاجات زي التصويت وما شابه. لو دخلناه هيطلع كوستاليتا من ناحية تانية، مش هيطلع قانون النقابة خالص. أسئلة كثيرة يا دكتور، هو أكثر سؤال
طيب الامتياز ليهم في مشروع العلاجي ولا لا؟ لا، النقابة عاملة عضوية شرفية الأطباء الامتياز، النقابة عاملة عضوية شرفية الأطباء الامتياز، بنديهم ب الأول نحيي دكتور مندوب و العضوية دي بنديهم فيها حق انهم يشتركوا في الدورات العلمية وفي الأنشطة الاجتماعية وفي كل خدمات النقابة ما عدا الخدمات اللي مش بإيدينا. زي ايه؟ زي الاشتراك في مشروع العلاج، لان الاشتراك في مشروع العلاج ده تبع اتحاد المهن الطبية، ففي رقم قيد في النقابة وده مش موجود بالنسبة لطبيب الامتياز، فغصب عننا مفيش اشتراك في العلاج للأطباء الامتياز. اوكي، احنا ممكن نعتذر عن باقي الأسئلة. في أسئلة؟ انا عايزة اسألها. في سؤال تاني مهم؟ خلاص. اللي معاه الدفاتر كاتب الصحة اللي بتعامل معاه في الوحدة الصحية، هو الإداري اللي معاه الدفاتر اللي هي مسؤوليتك انت اساسا، اللي بيبقى معاه غالبا مع ناس تانيين الماليات، ماشي، بيبقى شخص مخضرم في القوانين، لكن انتوا لما تذاكروا كتاب اعرف حقك هتبقوا مخضرمين اكتر منه. اخر حاجه عشان ما اعطلش دكتور مندوب، اخر حاجه، بعد ما ناقشنا دكاتره في الدفعات اللي قبلكم في كتاب اعرف حقك، جالي فيدباك ان في كتاب من كتاب الصحه دول بيقولوا هو ايه يا جماعه الوحده الدفعه المعفرطه دي اللي كل منهم حاجه يقولوا لا القانون بيقولش كده ويردوا علينا بالقانون. الحقيقه لما سمعت الحكايه دي حسيت ان احنا قدرنا بجد نسلح دكاترتنا بمعرفه تخليهم مش اي حد يوديهم البحر ويجيبهم عطشانين. ماشي، يوديكم البحر تروحوا البحر تمشوا عليه بقلطه كده وترجعوا له مش عطشانين. ماشي، متشكره جدا، اسفه.